السلامة يا ربي السلامة السلامة كتبوا السلامة الجميع في هذا النهار هو اليوم الاستثنائي مش هيا شيت عاجل ومباشر مشاهدينا الكرام سبوت والعيار جداري حدا الشركات في منطقة برشيد مشاهدينا الكرام بسبب الرياح اللي عاشها مدينة الدار البيضاء كيفما شفتوا معنا وكتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام سقوط خطير حفظ الله واحد الحارس واحد الأساس اللي حفظه الله مشاهدينا الكرام كيفما كتلاحظوا معنا المنظر خطير هنا مشاهدينا الكرام واحد الاساس حفظ الله مشاهدينا الكرام كيف ما كتلاحظوا معنا امامكم في الصوره اللي بالقرب من هذا الجدار هذا اللي صرح لنا في الكواليس انه اللحظه اللي طاح فيها الجدار كان قريب بزاف حفظ الله مشاهدينا الكرام كيف ما كتلاحظوا وكتشبهوا معنا مشاهدي قناه نيشان الان فكنتمنوا السلامة للجميع وكنتمنوا يا ربي يحفظ بلادنا ووليدات بلادنا والمواطنين كافة المشاهدين الكرام فمازال الخطر يهدد المارة هنا بمنطقة مولاي رشيد مشاهدينا الكرام الحي المسمى بحي حي حمارة فكيف ما كتلاحظوا معنا الجدار اللي طاح او امامكم مشاهدينا الكرام في منظر جد خطير كما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام المنظر خطير وخطير جدا فاحفظ الله واحد الاحساس اللي امامكم في الصوره الدراجات الناريه والمطر ديال الزبناء ديالو اللي لحسن الحظ انهم بعاد على الجدار اللي طاح كيف ما قالنا الاحساس كيف ما ذكرت لكم في السابق مشاهدينا الكرام انه حفظ الله الحمد لله ما تقاس حتى شي واحد يا ربي السلامه فكيف ما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام فيوم استثنائي عاشوا مدينة الدار البيضاء اليوم سقوط لوحات إشارية سقوط كيف مشوا هذا الجدار اليوم الآن عفوا واليوم كيف ما لاحظتوا وشارش بعض القنوات الإعلامية اليوم واحد الوفاة ديال واحد كيف ما قلت لكم مشاهدينا الكرام فهو يوم استثنائي اللي عاشوا مدينة الدار البيضاء وتوفى واحد السيد الله يرحمه خلال حريق بالمنزل ديالو اللي سمعنا ان بسبب شارجور وبعض الناس كيقولوا اوشاني بسبب البوطة ما عرفناش الاسباب الحقيقية وراء الحريق الله يرحمه مشاهدينا الكرام فهو يوم استثنائي اللي عاشوا مدينة الدار البيضاء اليوم فكنتمنوا السلامة للجميع وكنتمنوا انكم مشاهدينا الكرام والناس ياخذوا الحيطه والحضاره ردوا البال الا كانوا خارجين في الشوارع والسائقين الناس المواطنين فكنتمنوا السلامه للجميع مشاهدينا الكرام فيا رب السلامه فالجدار شباش ماشي صاف يا رب السلامه مشاهدينا الكرام فكنتمنوا السلامه للجميع يا ربي السلامة